أذكر أن رجلا كان قد كبر سنه وعنده عدد من الأولاد، تزوج أولاده وبناته وبقي هو وزوجته كبارا في السن عندهم خادمة وسائق، فتوفيت الزوجة، فكان لابد أن يسكن الأب عند أحد أولاده، فكان الطبيعي أن يسكن عند ولده الأكبر، فالولد الأكبر خجل أن يسكن الأب عند إخوته الصغار وهم كلهم متزوجون، فسكن عند ولده الأكبر. مضت الأيام وكان هذا الشيخ الكبير يفعل ما يفعله كبير السن عادة، فارغ، فيطوف في البيت، يفتح الثلاجة، ينظر لماذا هذا ما غطيتم هذا الصحن، ولماذا هذا الطعام كثير، وبدأ ينتقد، فلم تتحمله الزوجة، فاتفقت مع زوجها بعد جدال طويل على أن يسكن أبوه في الملحق الخاص بالسائق، فأخرج السائق إلى مكان آخر ونظف الملحق ووضع فراش، وجاء الولد إلى أبيه قال يا أبتي ما رأيك أن تسكن في الملحق الخارجي، هذا أقرب للشمس وأحسن هواء وأحسن لك صحة. فهم الأب مراد ولده لكنه لم يجادل، ما دام هذه مميزات الملحق لماذا يا ولدي ما تنقل غرفة نومك فيه؟ لكن الأب ذهب وسكن هناك، وصار الولد يمره في اليوم مرة مرتين، ثم في اليومين مرة، ثم في الأسبوع مرة، وصارت الأم ترسل إليه طبقا محددا بلاستيك حتى لا يكسره، ترسله تضع إفطاره، ثم إذا جاء الغداء دخلت الخادمة وأخذت الصحن ونظفته وضعت الغداء، ثم يجلس الغداء إلى العشاء، ثم تأخذه وتنظفه وتضع العشاء، فصارت غرفته ما بين رائحة الطعام ولا أحد يهتم بها. فمضت أيام أو ربما شهور وتوفي الأب، فلما انتهى الولد من العزاء أقبل لينظف الغرفة لأجل أن يسكن السائق فيها مرة أخرى، فلما جعل ينظفها ويرتبها ويجمعون البقايا التي فيها، وإذا هذا الصحن لا يزال موجودا، فأقبل ولده الصغير عمره 9 أو 10 سنوات، أقبل ولده الصغير إلى هذا الصحن وأخذه وضمه إليه، قال له أبوه ماذا تريد؟ ارمه خلاص لا نريده، قال لا هذا سأحفظه أنا أريده، قال ماذا تريد به؟ قال حتى إذا كبرت أضع فيه طعامك. إي والله، يقول حتى إذا كبرت أضع فيه طعامك. فانفجر الرجل باكيا، لكن هذا البكاء جاء متأخرا، ذنبان تعجل فيهما العقوبة في الدنيا، البغي والعقوق.